قبل ما نتكلم على الجماهير يا كابتن اسلام، خليني ارحب بواحد من نجوم النادي الاهلي، كابتن سيد معوض، انك من النادي الاهلي اللي موجود معانا النهارده يتابع احداث اللقاء. كابتن سيد برحب بحضرتك وتحيات الكابتن اسلام وضيوف ملعب النادي الاهلي في قناه النادي الاهلي في هذا اللقاء. ربنا يخليك يا فاروق، يعني طبعا بسلم على اسلام وعلى كل الناس اللي موجوده. اتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يكسب النهارده والتوفيق ان شاء الله. مباراة صعبة يا كابتن سيد، مواجهة قوية جدا، النادي الأهلي إن شاء الله حالة التجهيز اللي عند اللاعبين، اللقاء الماضي أمام النجم الساحلي كان لقاء لظروفه، لكن النهارده حالة التركيز عند لاعبي النادي الأهلي من أجل إحراز ثلاثة نقاط أمر مهم جدا. هو زي ما أنت بتقول، والنقطة الأهم إن أنت ترجع المجموعة لطبيعتها، يعني أو للترتيب الصح بتاعها. يعني هزيمتك المباراة الأولى، يعني النهاردة يعني أكيد مطالب بالمكسب لأن عشان الأمور ترجع زي الأول والترتيب يبقى واقعي. فإن شاء الله النادي الأهلي عنده الإمكانية إن هو يكسب، إن شاء الله المباراة تكون سهلة، اللعيبة تكون في أحسن حالتها النهاردة، المجموعة اللي موجودة في النادي الأهلي قادرة إن هي تقدم مباراة كويسة وتعمل نتيجة إيجابية إن شاء الله. وجود جماهير النادي الاهلي النهارده اللي بتملا جنبات استاد النادي الاهلي، لحظه كلنا استنيناها، استاد النادي الاهلي ووجود الجماهير، اعتقد امر يدي دفع كبير جدا للاعبي النادي الاهلي النهارده. يعني زي ما انت قلت، يعني المباريات حتى اللي بتلعب بدون جمهور بتاثر على اللعيبه وبتاثر على الاداء وبتاثر على الشكل عامه، فما بالك جمهور النادي الاهلي مع اللعيبه، اكيد هتفرق معاهم بشكل كبير جدا. معظم المباريات اللي بيبقى متواجد فيها جمهور بعدد، لا بيفرق بشكل كبير، يعني هتلاقي بنسبه 90-95% منها المكسب للنادي الاهلي. ف يعني فرقه النادي الاهلي من الفرق اللي بتتاثر بغياب الجمهور بشكل كبير جدا. يعني شكرك يا كابتن سيد وبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. ربنا يخليك يا فاروق. كابتن اسلام، ده كان لقاءنا مع واحد من نجوم وافراد الجيل الذهبي للنادي الاهلي.